أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية، أمسية اللقاية وشعارات يا أصحاب السمو شوخ الحاضرة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. شوطنا الرابع من أعطت إشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص باللقاية الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع في هذا الانطلاق المباشر، نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة. هو أرهني اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموسي هذا الشوط في هذا الانطلاق المثير في هذا التحدي الحاضر منذ البداية. صدارة هذا الشوط والمقدمة، وأرى التسلل من الجانب الآخر، أرى التقدم. الانطلاق الحاضر من غزيلان بالشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم. السعيد بن عبيد الحميري يقود بهذا الانطلاق، ولكن اللي وصل اللي وصل اللي بدأ يتقدم شاهين لهجز عبيل راشد بن محمد بن مروشد في عملية تضميره وتدريبه. المركز الثاني، المركز الثاني ياتي العريج من هجن الشحانيه بقياده جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، ومع المركز الثالث غزيلان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم بمتابعه سعيد بن عبيد الحميري. شاهين من الجانب الاخر لهجن الرياسه القادم بكل قوه مع هذا الانطلاق المتميز، ومتابعه حارب بن مغير العميمي من يقود بهذا الانطلاق على مستوى المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، يصل شاهين على مستوى المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. عتيج بن سالم بن عرطي الحميري متابعا للتقدم شاهين مع المركز الخامس. هملول سادسا لهجن الرياسه بالتقدم الظافر علي بن يميل الوهيبي وسابع الانطلاقات، ومع المركز الثامن ياتي شاهين وشاهين الآخر بشعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. تاسع الانطلاقات شاهين التابع لهجن الرئاسة وتقدم، وانطلاقة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري عاشرا. أرى التقدم، أرى التسلل في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية القادم أيضا بهذا الانطلاق بهذا التحدي الجميل والرائع. اللي هو الشرس بشعار هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يقدم الشرس على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. أرى شاهين قاد المجموعة، انطلق انطلق بناموس هذا الشوط مبكرا، ير الشوط بهذا الأداء المتميز وبهذا العرض المثير. ياتي شاهين بشعار هجن زعبيل وتقدم المتألق راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني شاهين من الجانب الآخر بدأ التسلل بدأ التقدم. شاهين مع المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة حارب بن مغير العميمي من يتابع، من ينطلق بتحديات شاهين مع المركز الثاني. ثالث الانطلاقات، ثالث التحديات، تقدم العريج من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، يقدم العريج على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، ياتي هملول يتقدم على مستوى المركز الرابع. هملول التابع لهجن الرئاسة يقوده بهذا الانطلاق علي بن ميل الوهيبي من الجانب الآخر. مع المركز الخامس الشرس ياتي مع المركز، مع المركز الخامس بشعار هجن الشحانية يقدم جار الله
بن محمد بن طالب بن عقيل المري مقدما لهذا الاسم. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. ولكن بنعود والعودة أحمد إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى البداية، المغادرة للوحة الألف والمئتين، وشاهين على الصدارة يقود هذه الجموع بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. عرض تلقائي ينفرد بالصدارة بشعار هجن زعبيل، يقدمه راشد بن محمد بن مروشد. ولكن الخطورة، التحديات القادمة، والعريج مع المركز الثاني، مع المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل الشمس، مع المركز الثالث شعار هجن الشحانية القادم بكل قوة مع المركز الثالث بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. ولكن بنعود مع الصدارة، مع البداية، انفراد كلي، عرض تلقائي بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. شعار هجن زعبيل المملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وحضوره وتشريفه للسباق هذا المساء. مشكور بسعيد على الحضور في هذا الانطلاق وبهذا التحدي. نتابع شاهين ينفرد بالصدارة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. عصار راكدة وآمنة. أشكرك المتألق على هذا التألق في هذا الشوط، راشد بن محمد بن مروشد، من قدم شاهين يصل إلى خط النهاية بدون أي منافس. سلام هجن زعبيل بهذا الأداء المتميز، سلام للمتألق بهذا الأداء المثير والرائع والانفراد على صدارة هذا الشوط بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة، المركز الثالث العريج من هجن الشحانية شاهين، مع المركز الرابع لهجن الرئاسة، والمركز الخامس أيضا شاهين لهجن الرئاسة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، مراكزنا الخمسة المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام ولحظات الوصول إلى خط النهاية. 7:28 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا للمتألق راشد بن محمد بن مروشد، سلام بهذا الأداء المتميز ومشكور يا المتألق. بينما اللي وصل مع المركز الثاني 7 دقائق، هذه لحظات الوصول، 35 ثانية، 3 أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا موصولا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، واللي وصل مع المركز الثالث جاء العريج. 7 دقائق 37 ثانية، 4 أجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهاني لهجن الشحانية، والتهاني موصولة لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. تهانينا والناموس للجميع.